السادة الأحبة، وما زلنا متواصلين في ليلتنا بدعوة السيد المستشار وليد ديك الطناني والحاج هلال والحاج سام العطار والأسرة الكريمة أسرة الاحتفال، شاكرين لكل من شرفنا السادة المستشارين الكرام السيد العمدة حسين نصار والسيد النائب خالد بيك الشيخ والأستاذ محمد الجزار والمستشار أنور الرفاعي. أيها السادة، مسك الختام من سيد الكلام والقرآن لكل شيء أجمل البدء وأعظم الختام، وهو تشريعات من الله وأحكام أنزلها الملك العلام لتعمل بها أمة الإسلام، فمن عمل به على الدوام مفرقا به بين الحلال والحرام نال شفاعة المصطفى سيد الأنام، وكان من الفائزين يوم الزحام، وجعل الله له في الجنة منزلة ومقام. مسك ختام الليلة وفضيلة القارئ الشيخ محمود عاشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
نزلنا عليك القرآن تنزيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع من أو كفورا فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا أولئك يحبون العاجلة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا أولئك يحبون العاجلة
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاصبر لحكم ربك وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة نحن خلقناهم نحن خلقناهم
إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله Oh, God.
صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام. اللهم بحق فاتحة الكتاب ومحوت اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرما. هكذا إخوة الإيمان ختمت ليلتنا النبوية القرآنية الربانية المليئة بالتجليات والنفحات الإلهية في ذكرى مولد سيد البشرية، وذلك بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود عاشور الذي أمتعنا بتلاوته من آيات الكتاب المسطور. شاكرين لكم جميعا باسم السيد المستشار وليد الطناني والحاج هلال العطار والحاج سامي العطار والحاج مجد ديب والحاج نزيم مسعد والشيخ أحمد جمال ياسين، وباسم كل أهالي سندوة شاكرا أيها السادة إلى السادة المستشارين الأكرمين كل من شرفنا هنا من وزارة العدل، شاكرا لأخي الحبيب الشيخ هشام صالح، أصحاب الفراشة حسن حشيش وكريم هادي، الهندسة الإذاعية الحاج محمد القولي وأولاده العواجد الشرقية، شاكرا لمصورينا ناصر صلاح عمدة المصورين والمصور صلاح ناصر والحاج محمود أبو سليمة وحسن أبو عرب وأحمد شوارة، شاكرا أيها السادة لمقدم الضيافة أولاد مخلوف، شكر الله لكم جميعا كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.